Bonjour tout le monde, donc mazil naf le chapitre numéro 1 des mécanismes d'échange de l'eau et des sels minéraux. Alors, qu'on a vu au niveau des tissus, c'est-à-dire les échanges de l'eau et des sels minéraux au niveau des tissus végétaux, donc on va voir la mise en évidence des échanges d'eau au niveau de la cellule, c'est-à-dire tabadulat des ma à la mustawa al-khalia. Donc, قبل يعني الشروع في يعني معرفة ميكانيزمات ولا آليات التبادل ديال الماء ما بين الخلية والوسط الخارجي، حاولوا تعرفوا شكون ابي دونك لا ستركتور سيلولير ولا البنية ديال الخلية. الوغ هنايا عندنا واحد الرسم التخطيطي ديال البنية ديال الخلية الحيوانية سيلي انيمال اي الخلية النباتية سيلي فيجيتال. Alors on a une belle les organites, donc on a les organites cellulaires pour la cellule animale et les organites cellulaires pour la cellule végétale. Donc on a la différence, donc on a la différence entre la cellule végétale et animale, les donc le volume de vacuole, c'est-à-dire le hajm ديال الفاكيول ولا الفجوة. Donc le hajm ديال الفجوة عند الخلية النباتية تلاحظوا بأن عندها واحد donc le hajm اللي هو كبير مقارنة بالخلية الحيوانية. كاين اورغانيت دونك لي كاينه او نيفو ديال لا سيلول فيجيتال دونك لا بريزونس ديال سكون ابيل دونك لي كلوروبلاست. هاد لي كلوروبلاست هما دونك الاليه ديال التركيب الضوئي، دونك على مستوى الكلوروبلاست دونك كيكون اليه ديال التركيب الضوئي وديال لا فوتوسانتيز. الوغ فوز افي دونك نيميرو 1 سونك لي ميتوكوندري، دونك الميتوكوندري عند الخليه هي يعني التي تساهم في انتاج الطاقه ولا سوفون ديال الاي بي. نيميرو 2 سي لو سيتوبلازم الخليه، سيتوبلازم الخليه اباري دو كولجي نوايو ولا النواه، ممبران سيتوبلازميك غشاء سيتوبلازمي، روتيكولو اندوبلازميك لا فاكيول اللي هي الفجوه، ممبران سكوليتيك لي بور اكور ديال لا سيلول فيجيتال اي لي كلوروبلاست بور اوسي لي سيلول لي سيلول فيجيتال. كنا عندنا واحد الرسم bien détaillé ou le dessin bien détaillé pour les deux cellules, cellule animale et la cellule végétale. Alors pour pouvoir observer le comportement de la cellule végétale, on a une manipulation ou une munawala ديال ملاحظات خلية نباتية. Quand la munawala هادي déjà touchtouha au niveau de la première année collège. في لو كا ديال لا سيلول فيجيتال دونك اوسي دونك ايسي دونك هنايا غنشوفو شكون ابي لو كومبورتمون ديال لي سيلول ولا خلايا ديال لي بيديرم دو ليون ولا قشرة ديال البصل لون دي ميليو ديفيرون. دونك ايل فو رياليزي دون بريباراسيون ميكروسكوبيك، دونك غنحاولو دونك نديرو دونك لي خلايا ديال البصل في دي ميليو ديفيرون في دي كونسونطراسيون ديفيرون بور فوار لي زيشانج دو اونتر لا سيلول فيجيتال، تبادل ديال الماء ما بين الخلية وما بين الوسط الخارجي لون دي ميليو ديفيرون. إل فو رياليزي اون بريباراسيون ميكروسكوبيك ولا تحضير لي يعني لملاحظات خلية نباتية. مانيبيلاسيون هنايا الرسم التخطيطي ديال المانيبيلاسيون ديال المناولة، كناخدو بصلة دونك لا كولور ديالها كيكون فيولي سيتادير ناتورالمون كولوري عندها صبغات طبيعية. نحاولو ناخدو واحد المقصو ديال لي زيكاي شارنيو ولا ليبيديرم ديال لونيون. هاد ليبيديرم نحاولو نديرو اونتر لا لام اي لاميل اي سو ميكروسكوب داكور سو ميكروسكوب يعني نحاولو نشوفو دونك l'effet ديال les différentes concentrations la variation de la concentration sur surtout la vacuole et le joueur ديال الخلية. Alors prélever donc les fragments d'épiderme interne union une face concave donc الوسط المقعر d'une écaille charnue, déposer quelques fragments dans l'eau distillée et les autres dans des solutions de saccharose. Les solutions de saccharose donc on a quand je voulais dire des concentrations différentes ou là dire des concentrations mille inférieures vers supérieure, c'est-à-dire 50 grammes par litre. Donc là, il y a ce qu'on appelle donc là les concentrations massiques. Donc 50 grammes par litre, 100 grammes par litre, 200 grammes par litre. Ajoute à chaque
à chaque solution 1 ml d'une solution de rouge neutre. هذا الروج نوتر هو اللي كيعطي دونك اللون الاحمر بالنسبه للفاكيول. داكور هو اللي كيدير لا كولوراسيون بور فوار لو فوليم اسكو عندي واحد لوغمونطاسيون دو فوليم ولا ديمينيسيون دو فوليم. الكولور لي فاكيول دونك ديال لي سيلول مونتي اونسويت لي فريغمون اونتر لام اي لاميل اي اوبسيرفي او ميكروسكوب اوبتيك. كنحاول نخليكم دونك مع واحد الفيديو اللي كيشرح بيان ديتايي هاد البروتوكول اكسبيريمونتال ديال المانيبيلاسيون ولا ديال ليكسبيريونس.
وبعد انتهاء الفيديو نعود مجددا الى الشرح. دونك قلنا ان عندنا دونك ثلاثه ديال لي كونسونطراسيون ولا ثلاثه ديال التراكيز. التركيز المنخفض دونك يحتوي على 50 ولا 50 غرام بار لتر دو ساكاروز. المحلول الثاني يحتوي على دونك 100 غرام ولا 100 غرام بار لتر دو ساكاروز. المحلول الثالث يحتوي على 200 غرام بار لتر ولا المحلول ديال الفور كونسونطراسيون ولا اللي عنده تركيز مرتفع ديال الساكاروز. الوغ عندنا سكون ابيل دونك ليتا سيلولير وعندنا الميليو. الوغ فاش كنقولوا التيب ديال لا سيلول ولا ليتا سيلولير، اسكو عندنا ليتا سيلولير تيرجيسون؟ وكنا شفنا في الفيديو اللي قبل بلي عندنا لا تيرجيسون. دونك هنايا سي اون مي دونك ولا كنوضع الخليه في واحد الوسط ولا واحد التركيز اللي هو منخفض. في ليتا نورمال الحاله ديالها العاديه، في لوكا ديال بلازموليز سي فو زافي دي فور كونسونطراسيون ولا التركيز مرتفع دو ساكاروز. الوغ هنايا عندنا لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك. دونك كنلاحظو بلي انه عندي خليه ممتلئه، هادير لوكا ديال تيرجيسون، خليه عاديه الكا ديالها كتكون نورمال، ثم خليه المبلزمه ولا دي بلازموليز. وكنلاحظو بلي ان الحجم ديال الفاكيول يعني الحجم ديالو بدا يعني يتناقص، ولا الحجم ديالو كيولي صغير ولا دو بتي تاي. الو في لا ديسكريبسيون دونك كنقولو بلي ان الفاكيول غون، الفاكيول ولا الفجوه ديال الخليه. اول ملاحظه كنلاحظها بلي ان كيتزاد الحجم ديالها، داكوغ، ولا الحجم ديال الخليه يكون يعني مرتفع. لو سيتوبلازم اي سو تروف اونتر لا دونك سو تروف اونتر لا فاكيول اي لا باوا بيكتوسيلوزيك. دونك لو سيتوبلازم اونتر الفاكيول اي اي باوا، دونك ما بين جدار الخليه و الفجوه. دونك مومبران بلازميك، لا مومبران بلازميك ولا الغشاء السيتوبلازمي. بلاكي، بلاكي سادي كيكون ملتصق، بلاكي ملتصق مع الجدار ديال الخليه، وكيكون ني با فيزيبل، سي تادير ما كنلاحظوش ولا ما كيبانش. بالنسبه باردون في لو كا ديال بلازموليز كنلاحظو بلي انه السيتوبلازم ولا المومبران سيتوبلازميك باردون كيكون باين، وهو الفجوه ديال الخليه يعني ينخفض حجمها افيك لا كولوراسيون. دونك هنا كنلاحظوا بلي ان هنا كولوراسيون كلير، سادي لون مفتوح، لا لون داكن، اكوز دو كوا، اكوز دي فور كونسونطراسيون، ولا كنقولوا بلي انه الماء خرج من الخليه الى الوسط، الى الوسط الخارجي. الو عندنا ثلاثه ديال لي زيتا سيلولير. ايتا سيلولير بلازموليز، بلازموليز زعما عند خروج الماء من الخليه الى الوسط الخارجي. دونك هنا كنلاحظوا بلي ان الاسهم عندي لو سورتي ديال لو فيغ لو ميليو اكستيريور. الوغ في لا كونسونطراسيون كنقول سي لا كونسونطراسيون ايبيرتونيك. في لو كا ديال ليكيليبر كنقولوا ليكيليبر، علاش؟ لان عندي نفس التركيز ما بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي ديال الخليه، وهنايا كاين دخول وخروج الماء الى تحقيق يعني التوازن ما بين الوسطين، كنقولوا سي ايزوتونيك ولا ليتا ايكيليبر. في لو كا ديال لي بوتونيك ولا في لوكا ديال كونسونطراسيون فيل كيكون عندي سكون ابيل لا تيرجيسون، داكور، لا تيرجيسون ولا لونتري ديال لو دو ميليو اكستيريور فيغ لو ميليو انتيريور اللي هو الوسط ديال الخليه. دونك بور لاناليز اي كونكليزيون ولا التحليل والاستنتاج كنقولو دونك نفس الشيء. دونك هنايا في لو كونسونطراسيون دو ساكاروز كنقول تو لو سيتوبلازم اي كولوري en rouge. Donc la vacuole ou coupe entier est chargée, on est ممتلئة, c'est-à-dire turgescence. Alors la cellule est dit turgescence ممتلئة. En turgescence, في الحالة ديال الامتلاء ديال الخلية, la vacuole presse la membrane cellulitique ou la كتضغط على الغشاء ديال الجدار ولا الغشاء ديال الجدار الغلبة. باش دونك في اي لا لا سيلول سو ديلات اي اوغمونتي سا فيول. في لو كا ديال 100 غرام بار ليتر دو ساكاروز، الوغ كارد لا سيلول كارد ليتا ديالها نورمال ولا الحاله ديالها العاديه. في لو كا دي فور كونسونطراسيون كيما ديجا قلنا قبل، لا فاكيول ريتريسي دونك هنايا بار بير دولو، دونك هنايا كاين بير دولو كنقولو سي دو بلازموليز. الوغ لا سيلول اي دي بلازموليزي لا كولوراسيون لا كونتراكسيون باردون دو لا فاكيول réduit le volume de la cellule et réduit sa taille.
alors la turgescence il y a l'état cellulaire. Alors faites attention هنايا فاش كنقولوا لا turgescence. Donc turgescence c'est l'état cellulaire, الحاله ديال الخليه et l'état cellulaire associé à l'élongation ou l'augmentation ارتفاع l'augmentation de quoi de volume de la cellule يعني ارتفاع ديال الحجم ديال الخليه causé d'accord c'est-à-dire causé ou le سبب ديال هذا الارتفاع c'est par l'entrée ou le دخول ديال الماء de cette même cellule le cas ديال plasmolyse العكس ديالها c'est-à-dire le perte ديال l'eau alors c'est une état cellulaire حاله ديال الخليه ديال perte de l'eau par la cellule végétale notamment au niveau ديال الفاكيول alors الفاكيول هي اللي كتحكم في الحجم في الزياده ديال الحجم ولا في النقصان ديال الخليه elle se provoquer par le phénomène d'osmose donc هنايا كنتعرفوا على الفينومين اللي هي ريسبونسابل alors le phénomène اللي هي ريسبونسابل sur l'augmentation ديال le volume ديال la cellule ou bien les échanges entre milieu intracellulaire et milieu extracellulaire, n'est-ce pas? Donc,